كده احنا خلصنا الحكايات الاناتوميكال اللي كنا بنتكلم عليها يا جماعة. اتكلمنا عن السكين والكارتلج والبونز والجوينتس والماسلز. احنا هنبدأ جزء لطيف الحقيقة، ألطف من اللي فات كتير، اسمه السيستمز. أول سيستم هتكلم عليه اللي هو الدايجستيف سيستم. دايجستيف سيستم، تخيل معايا كده ان انت كلت بسكوتية او كلت اي حاجة، ايه الحاجات اللي هتعدي عليها البسكوتية دي من اول ما تحطها في بقك لحد ما يحصلها اكسكريشن من الانال كانال؟ اول حاجة هتعدي على الماوث، الاورال كافيتي، بعد كده على السليفري جلانز. اللي هي ايه السليفري جلانز؟ اللي هي الغدد اللعابية، اللي هي الباروتيد والسبمانديبولر والسبلينجوال، ودي هناخدهم بالتفاصيل مع الهيد والنك. يبقى اول حاجة هتخش على الماوث او الاورال كافيتي، وبعد كده تعدي على السليفري جلانز. السليفري جلانز هي مش هتعدي على السليفري جلانز، هي هتعدي على الماوث، والمفروض ان السليفري جلانز دي بتطلع سلايفا جوه الماوث عشان تسهل الدايجستشن. بعد كده بتعدي على الفارينكس البلعوم، بعد كده تعدي على ايسوفيجس المريء، وبعد كده تخش على الاستمك. من الاستمك هتخش على السمول انتستن واللارج انتستن، وبعد كده الركتم والانال كانال. يبقى انا عندي اي اكل هتاكله هيعدي اورال كافيتي، هيساعده السليفري جلانس عشان تطلع سلايفا جوه البق فتسهل الدايجستشن، بعد كده فارينكس، بعد كده ايسوفيجس، بعد كده ستومك، بعد كده سمول انتستن ولارج انتستن، بعد كده ركتم كانال. بعد كده عندي حاجة اسمها supplements. supplements دي بتساعد في الدايجستشن بس مش موجودة في الباثوي اللي بيعدي فيها. زي ايه؟ زي الليفر، وزي ايه كمان؟ زي الجول بلادر، وزي السليفري جلانز خد بالك، وزي البنكرياس. الحاجات دي الاكل ما بيعديش عليها او مش ممرات بيعدي عليها، يعني دي الدايجستيف كانال. لكن عندي حاجات سبليمنتس بتساعد لي في الدايجستشن بس مش موجوده جوه الباثوي او مش موجوده جوه الكنال. يبقى انا عندي دايجستيف كنال. دايجستيف كنال ده يعني ممرات هيعدي بيها الاكل لحد ما يبقى اكسكريتد، اللي هو ماوث واورال كافيتي، بعد كده فارينكس، بعد كده اسوفيجس، ستمك، سمول انتستن، لارج انتستن، وركتم وانال كنال. وعندي سبليمنتس. يعني ايه سبليمنتس؟ يعني بتغذي بتساعدني في الهضم بشكل من غير ما تعدي. زي ايه؟ زي السليفري جلانز. بتعمل ايه السليفري جلانز دي؟ بتطلع سلايفا جوه البق. زي ايه كمان؟ زي الليفر. زي ايه كمان؟ زي البنكرياس. الحاجات دي اسمها دايجستيف سبليمنتس. اول حاجه هتكلم عليها الاسوفجس المريء. الاسوفجس ده طبعا لازم يبقى ماسكولار تيوب عشان ينزل لي الاكل. اول ما الاكل ابلعه من عند الفارنكس، من عند البلعوم، ينزل في الاسوفجس. طوله قد ايه المريء ده؟ طوله 25 سنتي. المفروض ان هو كمالة الفارنكس اللي هو البلعوم، وبعد كده بيخش على الاستمك. يبقى هو المفروض الفارنكس بيكمل الاسوفجس. الاسوفجس ده ماسكولار تيوب طولها 25 سنتي وبينتهي في الاستمك. طيب حلو، الكورس بتاع الاسوفاجس جزء منه موجود في الناك فوق، جزء كبير في الثوركس، جزء صغير في الابدومن. يبقى جزء صغير في الناك، جزء كبير في الثوركس، جزء صغير في الابدومن. يبقى اذا الاجزاء بتاعت الاسوفاجس سيرفايكل الجزء بتاع الناك، ثوراسيك اللي هو اطول جزء وده موجود في الثوركس، وبعد كده ابدومينال ده موجود في الابدومن. يبقى الاسوفاجس ده كونتينيويشن للفارنكس اللي هو البلعوم، ماسكولار تيوب طولها 25 سنتي، بتبتدي عند الفارنكس وتنتهي عند الإسوفاجس. أجزاءها جزء في النك اسمه سيرفايكل، جزء في الثوركس اسمه ثوراسيك، جزء جوه الأبدومن اسمه أبدومينال. ده بالنسبة يا جماعة الإسوفاجس، وما أعتقدش إنه فيه مشكلة. بعد كده الاستومك. أي أورجن بعد كده لازم سيادتك تبقى عارف مكانه. من غير أهم حاجة في الأورجن إن كان نظري أو عملي، انك تبقى عارف مكان الاورجن. الاستومك البوزيشن بتاعها فين؟ موجوده في الابر بارت بتاع الابدومينال كافيتي. طيب الابر بارت بتاع الابدومينال كافيتي، هو الاستومك دي بتبقى على الشمال ولا على اليمين؟ طبعا على الشمال. الليفر على اليمين والاستومك على الشمال. يبقى هي موجوده في الابر بارت اوف ذا ابدومينال كافيتي اون ذا ليفت سايد،
ايه اللي بيغطيها هنا؟ left lobe of the liver. ايه اللي بيغطيها هنا؟ left lobe of the liver قدام الكيدني والبانكرياس والسبلين. يبقى نحفظ كده مع بعض، هي موجودة في upper part of the abdominal cavity ورا left lobe of the liver، المفروض مغطيها هنا left lobe بتاع الليفر. طب وراها ايه؟ هي قدام ايه يعني؟ الكيدني قدام الكلى وقدام البنكرياس وقدام السبلين. شكلها ايه؟ شكلها جي شيب، شبه حرف الجي. يبقى اول حاجة مطلوب منك تعرفها في الاستمك مكان الاستمك upper part of the abdominal cavity، ورا ايه؟ ورا left lobe of the liver، قدام ايه؟ ثلاث حاجات، الكيدني سبلين وبانكرياس. يبقى هي ورا الليفر وقدام الكيدني والسبلين والبانكرياس. شكلها ايه؟ شكلها جي شيب، شبه حرف الجي. الفيتشرز ليها تو اندز، ايه تو اندز؟ كاردياك اند، ده مكان نهايه الاسوفاجوس فيها، وليها بايلوريك اند، ده اسمه بايلوريك اند، اول ما اللي هو نهايتها. يبقى ليها اند مكان مسكة الإسوفيجس، ده اسمه كاردياك اند، والتاني اسمه بايلوريك اند. يبقى الاستمك ليها تو اندز، كاردياك اند اند بايلوريك اند. ليها كيرفتشرز، كيرف اهو صغير فهسميه لسر كيرفتشر، وكيرف كبير بسميه جريتر كيرفتشر. ليها تو سيرفيسز، سيرفيس من قدام سطح امامي وسطح من ورا انا مش شايفاه خلفي، anterior و posterior surfaces. وليها تو بارتس، cardiac part و pyloric part. تاني ليها تو ends، cardiac وده ناحية نهاية الاسوفيكس، و pyloric ده في نهايتها، ده ال pyloric end وده cardiac end. ليها curvature صغير اسمه lesser curvature، و curvature كبير اسمه greater كيرفتشر. ليها سطح امامي اسمه anterior surface وسطح خلفي اسمه posterior surface. وليها two ends ليها sorry two parts، cardiac part و pyloric part. تعالوا كده من عند الاسوفيجس هرسم خط، ده اسمه الخط ده اللي فوقيه ده الفندس، ده فم المعدة، ده فم المعدة. طب امال ده ايه؟ ده البادي. يبقى خد بالك ان الكاردياك بارت بتاع الاستومك اللي هو ده عبارة عن جزئين، عبارة عن فندس اللي هو فم المعدة، وعبارة عن جسم المعدة اللي هو البادي. يبقى معلش عشان افكرك يمكن انت نسيت، انا قسمت الاستومك لجزئين، جزء كاردياك وجزء بايلوريك، جزء كاردياك وجزء بايلوريك. وبعدين جيت قسمت الكاردياك لجزئين، فندس اللي هو فم المعدة والبادي اللي هو جسم المعدة. طيب انما البايلوريك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة دايليتد كده، وانترم يعني دايليشن، يعني حتة دايليتد كده اسمها ايه؟ اسمها بايلوريك انترم. وبعد كده ممر اسمه بايلوريك كانال، وبعد كده سفنكتر اللي هو الصمام، بقت ثلاث اجزاء، بايلوريك انترم، بايلوريك كانال، بايلوريك سفنكتر. يبقى انا قسمت اصلا المعده لجزئين، جزء كاردياك اللي هو كل ده، وجزء بايلوريك اللي هو ده. الكاردياك ده قسمته لجزئين، فاندس وبادي، والبايلوريك لتلات اجزاء، جزء دايليتد على طول اسمه بايلوريك انتروم، جزء ممر اسمه بايلوريك كانال، وبعد كده البايلوريك سفنكتر او اسمه بايلورس. يبقى بسرعه كده، ستومك اول حاجة عرفتها عنها البوزيشن، دي موجودة في ال upper part of the abdominal cavity ورا الليفر، قدام ايه؟ قدام الكيدني، قدام السبلين، قدام البانكرياس. شكلها ايه؟ شكلها جي شيب، two ends cardiac و pyloric. خد بالك ال ends هي نفس اجزائها. طيب two curvatures اللي هما ال lesser curvature وال greater curvature، two surfaces، surface من قدام اسمه anterior surface، surface من ورا اسمه posterior surface. طيب ال two parts اللي هي cardiac و pyloric، ال cardiac عبارة عن جزئين fundus و body، وال pyloric عبارة عن pyloric antrum، pyloric canal and pyloric sphincter او اسمه التاني pylorus. يبقى احنا قلنا هنتكلم على ال small intestine او الامعاء ايه الدقيقة. ال small intestine دي طولها 6 متر، طولها 6 متر، ادي
الاستمك، ودي السمول انتستين اللي لونها موف، دي السمول انتستين طولها 6 متر وكويلد جوه جسم البني ادم بهذا الشكل، عامله خراطيم جوه جسم البني ادم. طيب السمول انتستين او الامعاء الدقيقه دي عباره عن 3 اجزاء، ال3 اجزاء ديودنم اللي هو ال12، وبعد كده الجيجنم والإيليوم. يبقى أجزاء السمول انتستن أو الأمعاء الدقيقة 3 أجزاء، ديودنم وجيجنم وإيليوم. طيب يبقى احنا الأول الديودنم، بعد كده الجيجنم، بعد كده الإيليوم، تاني كده ديودنم، بعد كده الجيجنم، بعد كده الإيليوم. الديودنم ده شكله شبه السي، سي شيب ده، هو زي ما احنا شايفين شكله ايه، سي شيب. طوله قد ايه؟ 25 سنتي، طوله 25 سنتي. شكله ايه؟ شكله كونكيف تو ذا ليفت، كونكيف تو ذا ليفت يعني الكونكافيتي بتاعته بصة شمال. حاضن ايه جوه الكونكافيتي بتاعته؟ حاضن للهيد بتاعت البنكرياس. تاني الديودنم ده شكله ايه؟ شكله سي شيب، كونكيف تو ذا ليفت يعني الكونكافيتي بتاعته بصة شمال. طوله كام سنتي؟ 25 سنتي. ايه اللي جوه الكونكافيتي بتاعته؟ الهيد اوف بنكرياس. طيب بعد كده الجيجنم اند ايليوم. الفروق ما بين الجيجنم والإيليوم يا جماعة، الجيجنم above to the left والإيليوم downward to the right أو below to the right. يبقى فوق شمال مين؟ الجيجنم. تحت يمين مين؟ الإيليوم. طيب هو مين فيهم اللي بيكمل مع الاستومك أو اللي قريب من الاستومك؟ الجيجنم. يبقى البروكسيمال تو فيفث، احنا اتفقنا ان القريب للروت بتاع الحاجة اللي بنتكلم عنها بسميه بروكسيمال، يبقى القريب بسميه بروكسيمال والبعيد بسميه ديستال. طب بروكسيمال قد ايه؟ 50. الجيجنم ده بروكسيمال 50، انما الإيليوم ده الديستال 3 اخماس. يبقى الاباف تو ذا ليفت ده الجيجنم، وفي نفس الوقت ده البروكسيمال تو فيفث. طب داونورد تو ذا رايت ده الإيليوم، وده الديستال 3 فيفث. طيب لو انا فتحت الجيجنم هلاقي الجدار بتاعه تخين thick wall، واليومن بتاعه وايد، يعني بلاقي الجدار تخين والمسافة اللي جواها واسعة، ولا بلاقيه واسع وايد ليومن. طب انما الإيليوم thin wall، الجدار بتاعه رفيع واليومن كمان نارو، يعني التجويف اللي جواها نارو. يبقى ده thick wall وايد ليومن، وده thin wall ونارو ليومن. يبقى الجيجنم ده above to the left، الإيليوم downward to the right أو below to the right، الجيجنم proximal to fifth إنما الإيليوم distal 3 fifth. ده thick wall يعني الجدار تخين واليومن واسع، ده thin wall ونارو ليومن. وتاني عشان محدش يسأل إيه الفرق بين البروكسيمال والديستال، البروكسيمال ده القريب من جذع الشيء، هو اللي قريب من بداية السمول انتستن الأقرب مين؟ الجيجنم، ولذلك ده سميته البروكسيمال تو فيفث، إنما الأبعد مين؟ الإيليوم، وده الديستال 3 فيفث. بعد كده اللارج انتستن ده طولها 1.5 متر تقريبا. والكاركترز مهمة قوي، وبتيجي سؤال في الكمبليت very common، a very common question in the complete the characters of large intestine. ادي يا جماعه اللارج انتستن، وزي ما احنا اتكلمنا لسه قايلين في المصل من شويه، ان انا ما بيبقى عندي مصل هنا جوه الامعاء بسميها سموث مصل. يبقى المصل جوه الاورجن والفيسرا جوه الامعاء دي سموث مصل. طب حلو قوي، طبعا دي عباره عن عضلات. طيب شايفين اللونجيتيودنال مصل فايبرز اللي موجوده اهي، دي اسمها لونجيتيودنال، 1 2 3. اللونجيتيودنال مسل فايبرز دي بسميها تينيا كولاي، بسميها تينيا كولاي. يبقى اول كاركتر، يعني ايه كاركتر اللارج انتستين؟ يعني انا وانا جراح ببص على الامعاء اقدر اميز دي سمول انتستين ولا لارج انتستين. يعني مميزات اللارج انتستين، يعني ما يميز اللارج انتستين عن السمول انتستين، يعني وانا جوه اوضه العمليات ابص عليها اقول ده لارج انتستين. تمام. طيب 3 حاجات، اول حاجه longitudinal muscle fibers اهي اهي، دي سميتها تينيا كولاي، سميتها ايه؟ تينيا كولاي. طيب انا بما اني حطيت عضله هنا في اللارج انتستن وعضله هنا،
ده نتج عنه الكشكشة دي. شايفين طبعا لما شديت بالعضلة بقى في كشكشة. الكشكشة دي سميتها ايه؟ سميتها ساكيوليشنز، سميتها ساكيوليشنز، سميتها ساكيوليشنز. طيب وساكس اكياس دهنية كده موجودة على اللارج انتستن، دي اسمها ابينديسز ابيبلويكي. اسمها ايه؟ ابينديسز ابيبلويكي. اسمها ايه تاني كده عشان صعب؟ ابينديسز ابيبلويكي. اذا سؤال الكاركترز اوف لارج انتستن اتفقنا انه هي فيري امبورتنت كويستشن. ثلاثة كاركترز لارج انتستن، تينيا كولاي اللي هي اللونجيتيودنال ماسل فايبرز، بما ان عندي عضلات هنا فكشكشت اللارج انتستن عملت حاجه اسمها ساكيوليشنز، وعندي ساكس فيها فات سميتها ابينديسز ابيبلويكي. طيب ما تيجي نشوف اجزاء اللارج انتستن بقى. اول جزء اسمه سيكم، اسمه سيكم. السيكم ده الاول قبل ما اقول لكم اجزاء اللارج انتستن المفروض ان انا عندي ادي الاستومك وادي ديودنم، وبعد كده الجاجنم قلنا مكانه هنا، وبعد كده الايليوم هنا، وادي الايليوم ده بيفتح في اللارج انتستن. الايليوم ده اتفقنا ان هو نهايه السمول انتستن. تاني كده الايليوم ده اللي هو ده نهايه السمول انتستن، هيفتح في اللارج انتستن. طب هيفتح في اللارج انتستن بفالف اسمه ايليو سيكل فالف. السيكم ده بدايه اللارج انتستن. تاني المفروض الإيليوم ده نهاية السمول انتستن بيفتح في السيكم بإيليو سيكل فالف. ليه؟ دي لازم علشان أبدأ أنهي انتستن وأبدأ انتستن يبقى في فالف بيعمل زي سفنكتر أو بيعمل زي ينظم الأكل وهو بيعدي من السمول انتستن للارج انتستن. اسمه إيه الفالف ده؟ اسمه إيليو سيكل فالف. تمام. يبقى انا بدايتي في اللارج انتستن اهي سيكم. فكرني كده ايه اللي بيفتح في السيكم؟ الايليوم عن طريق فالف اسمه ايليو سيكل فالف. يبقى ايليو سيكل فالف ده فالف ما بين الايليوم اللي هو التيرمينيشن اوف سمول انتستن والسيكم اللي هي بدايه اللارج انتستن. طب هو السيكم بيفتح فيه الايليوم بس؟ لا، بيفتح فيه كمان الابندكس، الزائده الدوديه. طبعا الابندكس دي مشهوره جدا، الناس اللي عندهم التهاب الزائده وبيخشوا عمليات على طول ابندسايتس. يبقى اذا سيكم اللي هو بدايه اللارج انتستن بيستقبل فتحتين، فتحه الايليوم عن طريق فالف اسمه ايليو سيكال فالف وفتحه الابندكس. طب تعالوا بقى نكمل بقيه البارتس بتاعه اللارج انتستن. كولون طالع فسميته اسندين كولون، كولون بالعرض فسميته ترانسفيرس كولون، كولون نازل سميته ديسندنج كولون. بس خد بالك والاسندنج كولون وهو داخل على الترانسفيرس كولون عمل لي فلكتشر. فلكتشر يعني تانية. اسمها ايه التانية دي؟ اسمها رايت كوليك فلكتشر. تاني الاسندنج كولون وهو داخل على الترانسفيرس كولون عمل لي تانية، اسمها ايه التانية دي؟ اسمها رايت كوليك فلكتشر. والترانسفيرس كولون وهو نازل على الديستاندنج كولون عمل تانية شمال اسمها ليفت كوليك فلكتشر. طيب بعد الديسندنج كولون في كولون اسمه سيجمويد كولون، بعد كده ريكتوم، واخر حاجه اينا الكنال. تعالوا تاني كده نشوف الاجزاء بتاعه اللارج انتست. سيكم كولون طالع اسمه اسندنج كولون، بعد كده رايت كوليك فلكتشر، بعد كده ترانسفيرس كولون، بعد كده ليفت كوليك فلكتشر، بعد كده ديسندنج كولون، بعد كده سيجمويد كولون، بعد كده ريكتوم واينا الكنال. كده احنا خلصنا الباثوي اللي بتمشي فيها اللي هي الكنال او الدايجستيف كانال. تعالوا بقى نتكلم على السبليمنتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها. اول حاجة انا عندي الليفر، اهو الليفر اهو يا جماعة. شكله ايه الليفر؟ شكله وات شيب، شبه الهودج. طيب وزنه قد ايه؟ ده تقريبا اكبر اورجان في جسم الانسان، وزنه تقريبا كيلو ونص. ليه تو لوبس، رايت لوب كبير وليفت لوب اللي هو اللي احنا هو اتفقنا انه قدام الاستومك ده صغير. يبقى احنا المفروض ان هو ليه رايت لوب كبير وليفت لوب صغير. واللور سيرفس في مكان كده اسمه هايلام او مكان دخول الحاجات المهمه جواه اسمها بورتا هيباتس. اسمه ايه؟ اسمه بورتا هيباتس. اسمه ايه؟ اسمه بورتا هيباتس. طب موجود فين الليفر ده؟ upper part of the abdominal cavity تحت الحجاب الحاجز، تحت الدايفرام. طب يمين ولا شمال؟ طبعا يمين، ما احنا قلنا الاستومك شمال. يبقى الليفر ده موجود في الابر بارت
of the abdominal cavity على الرايت سايد بيلو الدايفرام. الدايفرام ده الحجاب الحاجز. شكله ايه؟ شكله ودج شيب. وزنه قد ايه؟ تقريبا كيلو ونص. المفروض ان هو ليه upper two loops طبعا، right loop كبيرة وليفت لوب صغيرة، واللور سيرفس في حاجة اسمها بورتا هيباتس. بورتا هيباتس دي اللي بيخش منها البورتال فين، البورتال فين والهيباتيك داكتس، الهيباتيك داكتس والهيباتيك ارتري، اللي هي الاستراكشرز اللي مهمة اللي داخلة جوه الليفر، اللي هي هنا بورتا هيباتس اللي هي داخل فيها ايه، اتفقنا بورتال فين الوريد البابي، والمفروض الهيباتيك ارتري والهيباتيك داكتس. يبقى تاني الاورجن اللي انا بتكلم عليه ده اسمه ليفر، موجود في الابر بارت اوف ذا ابدومينال كافيتي على الرايت سايد تحت الحجاب الحاجز تحت الدايفرام. شكله ويدج شيب، وزنه كيلو ونص، ليه لارج رايت لوب وسمول ليفت لوب. اللور سيرفس اسمه بورتا هيباتس، المفروض البورتا هيباتس بيخش البورتال فين والهيباتيك ارتري والهيباتيك داكتس. بعد كده نتكلم على الجول بلادر. الجول بلادر المرارة شكلها ايه؟ شكلها بايري فورم، موجودة فين؟ فصة على الانفيريور سيرفس على الليفر من تحت او على اللور سيرفس بتاعت الليفر. يبقى شكل الجول بلادر ايه؟ بايري فورم. حلو قوي. طيب موجودة فين؟ على اللور سيرفس اوف ذا ليفر. طب الفانكشن بتاعت الجول بلادر ايه؟ هو المفروض ان البايل بيبقى سكريتد جوه الليفر، العصارة اللي هي البايل، البايل دي العصارة الصفراوية اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل دايجستشن للفات، ما انا عايزة اهضم كمية الدهون اللي انا عمالة اكلها كل يوم دي. طب عشان اهضم الدهون لازم اطلع بايل. طيب البايل ده يا جماعة المفروض ان هو ايه؟ البايل ده المفروض ان هو سكريتد جوه الليفر، وبعد كده بيخش الجول بلادر. ليه؟ جول بلادر بيعمل ايه؟ بيعمل ستورج اند كونسنتريشن اوف بايل، ياخد البايل من الليفر يخزنه ويعمله بيبقى مور كونسنتريتد، مركز اكتر عشان يسهل الدايجستشن اوف فات. تاني انا عندي حاجه اسمها جول بلادر ودي المراره. المراره دي موجوده على اللور سيرفيس بتاعت الليفر، الفانكشن بتاخد البايل اللي هو سكريتد جوه الليفر تاخده تعمل له ايه؟ تخزنه وتعمل له كونسنتريشن، ستورج اند كونسنتريشن اوف بايل. طيب البايل بيسيب الجول بلادر عن طريق داكت اهي اسمها سيستيك داكت، السيستيك داكت. طيب والبايل بيسيب الليفر عن طريق ايه؟ هيباتيك داكت، هيباتيك داكت. الهيباتيك داكت مع السيستيك داكت بيعمل حاجه اسمها كومن بايل داكت، ده اللي بيمشي فيها ايه؟ البايل. طيب خد بالك كده فكر، هو انا محتاجه البايل ده في الاخر عشان يعمل لي الدايجستشن اوف فات؟ خلاص انا خدت البايل من الليفر وخدته جوه الجول بلادر وعملت ستورج كونسنتريشن وشلت البايل من الكومن بايل داكت عن طريق سوري البايل عن من الجول بلادر عن طريق السيستيك داكت، ومن الليفر عن طريق الهيباتيك داكت، وعملت داكت اسمها كومن بايل داكت. المفروض انها في الاخر هترمي في السكند بارت بتاع الديودينم علشان احط البايل هنا بقى عشان يقدر يجي. ما هو انا لازم ادخل البايل ده جوه الانتستن عشان يعمل دايجستشن اوف فات، ما هو لازم يمشي مع الفود، امال هيعمل دايجستشن ازاي؟ يبقى انا خدت البايل من الليفر عن طريق الهيباتيك داكت، وخدت البايل من الجول بلادر عن طريق السيستيك داكت، عملت بالهيباتيك والسيستيك كومن بايل داكت، والكومن بايل داكت دي فتحت في السكند بارت اوف ذا ديودينم علشان تقدر ترمي البايل في الانتستين فاقدر اعمل دايجستشن للفات. البيلياري سيستم، البيلياري سيستم اول حاجه خالص مين اللي بيعمل سكريشن للبايل؟ اتفقنا الليفر. يبدا الرايت والليفت هيباتيك داكت تجمع لي البايل من الليفر، يبقى اول ستيب بتحصل في الفورميشن اوف بايل ان الليفر يعمل بايل ويبدا يعمل له سكريشن. طب انا عايزه اطلع البايل ده من الليفر لازم اطلعه عن طريق داكت، الداكت دي اسمها رايت وليفت هيباتيك داكت، الاثنين بيتجمعوا يعملوا لي الكومن هيباتيك داكت. تاني ادي الرايت والليفت هيباتيك داكت واخدين البايل من الليفر ويعملوا لي داكت اسمها كومن هيباتيك داكت.
طيب احنا اتفقنا الجول بلادر عمل كونسنتريشن وستورج للبايل وعايزه تطلعه، هتطلعه عن طريق السيستيك داكت. حلو الكلام. الكومن هيباتيك داكت هتقابل السيستيك داكت وتعمل لي الكومن بايل داكت، تعمل لي الكومن بايل داكت. تمام. يبقى احنا تاني اهو، المفروض ان الليفر بيطلع بايل رايت وليفت هيباتيك داكتس والاتنين يعملوا كومن هيباتيك، والبايل اللي بيطلع من الجول بلادر سيستيك، الاتنين اسمهم يعملوا لي كومن بايل داكت اللي بتفتح في السكند بارت اوف ذا تيودر. بعد كده عندي اورجان مهم جدا 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 اسمه بانكرياس. طبعا البانكرياس ده جلاند، طبعا جلاند، المفروض ان هي اكزوكراين ولا اندوكراين ولا ميكسد؟ لا هي المفروض انها ميكسد الحقيقة. هو اصلا ايه الفرق بين الاكزوكراين والاندوكراين؟ الاكزوكراين دي جلاند بتفتح في البلد بدكت، بتفتح بدكت. طب الاندوكراين؟ لا الاندوكراين دي بتفتح دايركتلي في البلد من غير دكت. يبقى لو الجلاند ليها دكت زي السليبري جلاند دي بسميها اكزوكراين. طب لو بترمي في البلاد ستريم على طول دي بسميها اندوكراين تاني. خد بالك حتى دي اكزو ودي اندو. يبقى لو الجلاند بترمي عن طريق داكت بسميها اكزوكراين. طب لو بترمي عن ط... لو ال... لو بت... بترمي عن طريق من غير داكت بقى بسميها اندوكراين. طيب يبقى البنكرياس ده ميكسد جلاند. طيب طوله تقريبا 12 ل 15 سنتي، طوله 12 ل 15 سنتي. موجود فين؟ احنا اتفقنا اي اورجان هتكلم عليه لازم اتكلم على البوزيشن. موجود في البوستيريور ابدومينال وول، يعني في الابدومين من ورا 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 خالص. موجود فين؟ في البوستيريور ابدومينال وول. تاني كده، في البوستيريور ابدومينال وول. تاني كده، في البوستيريور ابدومينال وول. طيب من الكونكافيتي بتاعت الديودنم، من الكونكافيتي بتاعت الديودنم لحد السبلين، يبقى في البوستيريور ابدومينال وول اكستندنج فروم ذا كونكافيتي اوف ذا ديودنم لحد ما يوصل للسبلين. طيب انتوا عارفين يعني ايه بان؟ بان يعني اول، كرياس يعني سوفت. بان يعني اول، كرياس يعني سوفت. يبقى بانكرياس اول سوفت، هو سوفت لوبيوليتد، يعني تحس ان هو عشان كده بيسموه الحلويات، حاجه كده بتبقى ايه، بتبقى فيري سوفت ان كونسيستنسي. اما اجي امسكها كده الاقيها من كتر ما هي سوفت ممكن تتقطع في ايدي، يبقى الكونسيستنسي بتاعته سوفت لوبيوليتد، وهو من اسمه بان يعني اول، كرياس سوفت. الفانكشن بتاعته اندوكراين، اتفقنا ان هو ميكسد جلاند فاندوكراين. ليه اندوكراين؟ لانه بيطلع very important hormones. ايه الهرمونز اللي بيطلعه؟ انسولين. انسولين ليه؟ لما بيلاقي الليفلز بتاعت الشوجر في الدم عليت يطلع انسولين عشان يلور البلاد جلوكوز ليفلز. طب افرض انه لقى الليفلز بتاعت الجلوكوز وطيت في الجسم، يروح مطلع لي جلوكاجون عشان يعليها. اذا هو بيريجوليت الشوجر في الجسم، لو لقى الشوجر عالي قوي يطلع انسولين يقلل، طب لو لقى الشوجر وطي يطلع جلوكاجون يعلي. طب هو ليه اكزوكراين؟ طب ما تيجوا كده نفتكر البيلياري سيستم. احنا اتفقنا ان السيستيك قبلت الكومن هيباتيك عملت لي كومن بايل داكت، بس نسينا نقول ان الكومن بايل داكت قبلت البانكرياتيك داكت، البانكرياتيك داكت، والاتنين مع بعض عملوا لي حاجه اسمها هيباتيكو بانكرياتيك داكت. يبقى تاني، الكومن بايل داكت قبلت المين بانكرياتيك داكت، عملوا لي حاجه اسمها هيباتيكو بانكرياتيك داكت. فتحوا فين؟ فتحوا في الديودنم. طيب هي المين بانكرياتيك داكت دي اتفقنا اما يبقى عندي جلاند بيفتح بداكت فبسميه اكزوكراين، فده الاكزوكراين فانكشن بتاع البنكرياس. بقى الاكزوكراين فانكشن بتاع البنكرياس انه بيطلع بانكرياتيك انزيمز علشان برضو تسهل في الدايجست. نرجع تاني كده نوضح الحته دي، الفانكشن بتاعت البنكرياس ليه اندوكراين فانكشن وليه اكزوكراين فانكشن. الاندوكراين ده بيطلع هرمونز على طول في البلد اللي هي الانسولين والجلوكاجون. الاكزوكراين فانكشن بقى بيشارك البايل داكت يعمله هيباتيكو بانكرياتيك داكت عشان يطلع البانكرياتيك انزيمز جوه الديودنم فيسهل عملية الدايجيشن. اذا انا عندي اورجن اسمه بانكرياس، بانكرياس بان يعني اول، كرياس سوفت،
هو it's a mixed gland. mixed يعني ايه؟ mixed يعني exocrine وendocrine. طوله من 12 ل 15 سنتي. اجزاء وهيد ونك وبادي وتيل. تاني كده، اجزاء وهيد ونك وبادي وتيل. موجود في البوستير ابدومينال وول، extending from the concavity of the duodenum لحد السبلين. الكونسيستنسي بتاعته soft ولوبيوليتد. والمفروض ان هو ليه two functions endocrine and exocrine. endocrine بيطلع two hormones insulin وجلوكاجون، واكزوكراين ليها دكت بتطلع بانكرياتيك انزيمز جوه الانتستين عشان تسهل الدايجشن.